أكبر صالة تمور في المدينة في هذه المزرعة. ما شاء الله تبارك الله، ما لذ وطاب من التمور، من تمور المدينة وغيرها. ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف التمور، ما شاء الله التمور مثل الجبل، ما شاء الله تبارك الله. هذه العجوة ما شاء الله تبارك الله. عندنا المحمول التمور او الاشياء التحويليه من التمور، ما شاء الله عندنا اشياء تحويليه من جديد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، كلها تمور ولسه ما خلصنا، ما شاء الله تبارك الله. الصلاه على النبي، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، كلها تمور ما شاء الله. هنا بقيه الصاله، وهنا حلويات وعسل وزيت زيتون وطحينة، وهنا سبح خردوات وهدايا، ما شاء الله. وهنا حلويات ومعمول كله ما شاء الله تبارك الله. وهنا محلات هدايا ما شاء الله تبارك الله. لأن هذه المزرعة يجيها حجاج كثير، فهذه الأشياء مناسبة لهم، والبراريد وهنا محل هدايا ثاني ما شاء الله. وهنا محل عطور، هنا محل ملابس نسائية، هنا كمان معمول تمور ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك.